طيب أنا النهاردة كنت بتفرج على فيديو لشاب لطيف جدا والله ضحكني من قلبي ويعني وما أعرفش يعني هي القبول من عند ربنا من غير حز. هو شاب بيحكي عن أنه ضابط الجيش ما توقفش في اللجنة، وبعدين بعد ما خلصت الفيديو اكتشفت أن الشاب ده مات. الفيديو ده زاعه من فترة، هو كان معدي هو واحد صاحبه قطري تقريبا، فظابط جيش وقفه قال له فين بطاقتك، وظابط الجيش يعني بهدله مرمطه. فهو بيحكي الواقعة دي الله يرحمه يحسن اليه، بيحكيها بجمال، وانا ما كنتش عارف انه توفى الى رحمة الله، بس حبيته جدا وبيتكلم جدا. فنسمع كده جزء من الفيديو ده لشاب اسمه اسلام شعراوي كده. طيب الفيديو ده لكل ضابط جيش. اول حاجة يا باشا، انت لازم تعرف ان احنا من غيرك ولا نسوة، وعارفين ان انت طالع عينك والمصحف الشريف، والبس الزيتي واقلع الزيتي، والبس الزيتي واقلع الزيتي، والبس الواقي واقلع الواقي، والسوالف والله ده حوار السوالف ده لوحده هم، خلاص. ومن غيرك ولا نسوة، والمصحف الشريف من غيرك يا باشا ولا نسوة، يعني عارف الله يعينك، اقسم بالله ما نقيا الله يعينك. بص انا بقى قد ايه بشكر عشان انا مش هينفع اتحبس، بس انا لا عندك طلب صغير كده ب 3 جنيه، يعني مواطن مواطن وشاب واحنا شباب زي بعض يعني وبتاع. ما توقفش في كمين يا باشا، ابوس ايدك ما توقفش في كمين، خلي بتاع الداخليه يا باشا، خلي بتاع الداخليه، خلي بتاع الداخليه يقف في الكمين. بتاع الداخليه فاهم كده وعارف وبتاع، بيعرف يتعامل مع الناس، ايه التناشف يا باشا. بتاع الداخليه بقى الواد ماشي هو صاحبته بتاع. بيشرط مش مهم، بس بتاع الداخليه فاهم. انت يا باشا عنيف، ما ينفعش توقفني من اسبوع ومعاه ناس ومش مصري، يعني مش مصري والله مش مصري، ومنجرب عربيه وتقول لي رايح فين. هكون رايح فين يا باشا؟ هكون رايح، ما انا لو رايح ايلات مش هقول لك، لو رايح ايلات افجر مش هقول لك، خلاص. وتقفشني بقى وتاخد البطاقه وتروح بالبطاقه وتيجي بقى من بعيد او بالبطاقه كده، يا اسلام انت عليك محضرين. ايه يا باشا ايه لازمتها يا اسلام، وجاي كده ومكشر وشكلك يخد قوي. مالهاش دعوه بقى اسلام، مالهاش دعوه اسلام، ما انت خلتني هجام خلاص. ايه يا باشا ايه يا باشا اسلام، انت كان عليك محضرين من 3 سنين خناقات وخلصتهم. طب يا باشا اديك بتقول خناقات وخلصتهم، ليه تكسفني قدام الواد؟ ليه تخلي الواد، الواد مش مصري يا باشا. وبعدين ليه تقول لي ايه بقى العربيه دي نوعها ايه؟ قلت لك يا باشا نسان سكاي لاين. انت قافش ان انا بتريق، انت طب انا هجيب لك نيفا، انا راجل دلوقتي بتاع سباقات، بعدي العربيات سباق، بلحم شاسيهات عربيات سباق، همشي بنيفا يا باشا ليه؟ همشي بنيفا ليه؟ انت قافش ان انا اتريقت خلاص. وبعدين شويه تروح قايل لي ايه المواسير اللي في العربيه دي؟ مواسير ايه يا باشا؟ انت موقف مقاول بتاع سباك، انا شفت العربيه بتنقط ميه مثلا، مش مواسير يا باشا، اسمه رول كيدج بتاع سباق يعني، عشان لما نتقلب ما نموتش خلاص. فما دي الطريقه يعني، عيب يا باشا عيب. وبعدين انت ظابط جيش يعني مش هينفع نلوك، هنتحبس واحنا في ايام سودا طوارئ، ثانيه ابقى في اي داهيه فاهم. فباشا تهبتك على النعمه انت مصيطنا، وانا عمال اشكر فيك وعمال اشكر في الواد وعمال اقول الجيش وبتاع، تكسفني والله. الواد قطر يا باشا، يعني انا كنت كده ليه تعمل كده؟ خدني على جنب، خدني على جنب، طلع ميتين اهلي، اخويا الكبير ويطلع اخويا الكبير ويطلع ميتين أهلي. بس على جنب ما تكسفنيش قدام الواد ده، انا بالنسبه له حمائي خلاص. ما ينفعش يا باشا، وتقعد تتريق وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله. وبعدين انا لو من لا خلي بتاع الداخليه، بتاع الداخليه خفيف خفيف كده، راح واخدني على جنب وبتاع وقال الكلمتين وخلاص وعسل. بتاع انت يا باشا يعني بتاكله كتير والله اكبر، جاي كده بتجري عليا ايه يا باشا؟ في ايه؟ خليت شكله وحش قدام الواد خلاص. مالكش دعوه يا باشا بيا، مالكش دعوه بيا، ابعد عني. روح يا باشا القطاميه، تلاقي الواد اللي من دول واخد البيت تشرب قهوه، هشرب قهوه في مكان جامد قوي. الواد شرب قهوه قوي يا باشا، الواد شرب قهوه قوي، يعني هو محامي هو في النقطه. للاسف عرفت انه هذا الشاب كان اعلن توبته في فيديو، وتاني يوم توفى في حادثه. وبعدين بعد ما توفى السوشيال ميديا كله، السوشيال ميديا كله وقف عليه، كله يعني الناس كلها ترحمت عليه. وحادثة كده كتيمي، هو لسه جميل وشاب صغير، لكن قال أنا بتوب ومش هعمل، كان هو بيشتغل في العربيات ويظبطها وبتاع، قال مش هعمل كده تاني، وربنا مش عارف والله ما هعمل كده تاني خالص. تاني يوم حطيت له حادثة ومات. فنشوف الفيديو جراف ده عن قصة إسلام شعراوي.
ربنا احلى احساس في الدنيا كده، تقعد تجري عشان تصلي وتدعي ووش ينور عشان صليت. اشتغلت حوادث وقطعيات ولحمات، عربية بمليون جنيه اتخبطت من جوه، تعالى هرجعها لك جديدة. لحد ما رحت يوم في الحرفيين لقيت راجل بيولول معاه كروز، في ايه يا عم؟ قال لك العربية دي انا اشتريتها وانا تاجر وبعت دهب مراتي والحاجات اللي هي بتاعت الافلام اللي بتتحكي دي، والعربية اتخبطت بنبص لنا ثلاث حتت، حد يعرف يرجعها لي؟ المهم ببص على العربية كده لقيت ان العربية دي انا اللي عاملها من سنة. المهم عملتها العربية الراجل، عملتها له رجعتها له جديدة تاني. الراجل عزمني في بيته، رحت دخلت بيته اتخضيت، عياله كلها واحدة دكتورة واحدة مش عارف ايه، حاجات تفرح، وانا بقى اللي كنت هلبس العيلة دي كلها في الحيط. عاجلا ام اجلا ربنا يكرمني، وكل شويه حد يقرص عليا ويجي لي يا ابني خد هنفتح كذا، هجيب لك عربيه كذا، هنعمل كذا، اقسم بالله ما اعمل حاجه حرام تاني، اقسم بالله ما هيحصل، رغم ان مصر كلها محلله اللي انا بقوله، بس انا استحرمته ومش هعمله. تستعجلش على الحرام، تستعجلش على الفلوس، ما تستعجلش على الفلوس، وحاجتين تعملهم في حياتك، تقرب لربنا قوي وتبعد عن الناس الوحشه.